إيجاز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تيفي، أهلا بكم. بداية، أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على سلم ريشتر صباح اليوم بإقليم إفران. بلاغ للمعهد أوضح أن مركز هذه الهزة الأرضية التي وقعت على الساعة 8:56 دقيقة صباحا حددت في جامعة ضاية عوا. في موضوع آخر، قال وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية أحمد توفيق يوم أمس برباط إن المغرب سيستجيب بكيفية مضبوطة لكل طلبات غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بمد يد العون وإقامة التعاون المثمر بين المملكة المغربية وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تقدمت بطلبات تعاون في المجال الديني خاصة تكوين الأئمة. وأضاف الوزير في تصريح صحفي عقب جلسة عمل عقدها مع الأمين العام لشؤون الدينية بجمهورية غينيا الحاج عبد الله جاسي لوضع الترتيبات المتعلقة بالتعاون في مجال تكوين الأئمة والمرشدين، أوضح أنه ناقش مع الحاج جاسي والوفد المرافق له تفاصيل الاستجابة للطلب الذي تقدمت به غينيا في مجال التعاون الإسلامي. في موضوع آخر، علم لدى مصالح السفارة المغربية بطرابلس أن السائق الخاص لسفير الأردن بليبيا الذي أصيب صباح اليوم بطلقتين ناريتين في حادث اختطاف السفير هو من جنسية مغربية. المصدر ذاته أفاد أن أضاف أن المواطن المغربي يخضع حاليا لعملية جراحية بأحد المستشفيات في طرابلس التي نقل إليها على وجه السرعة. بالدار البيضاء، عثر أحد المواطنين صباح أمس على جثة جنين مشوهنة مرمية بجانب مطرح لجمع الأزبال بالحي الحسني قرب خيرية عين الشق. وأقلت مصادر من عين المكان إن الأمر قد يكون له علاقة بعملية إجهاض سرية، وهرع إلى عين المكان رجال الوقاية المدنية وعناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية فور إشعارهم بالحادثة، فيما ثم نقل الجثة إلى المستشفى وفتح تحقيق في الموضوع. هي أيام قليلة فقط تفصل الجارة الجزائر عن أهم استحقاق سياسي في تاريخها، وهي الانتخابات الرئاسية التي تشهد حالة غير مسبوقة من الجدل والمعارضة ودعوات للمقاطعة، وذلك بسبب رفض عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية لترشح بوتفليقة لولاية رابعة. محمد زيد الدين أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستورية قال في قراءة عن الوضع السياسي في الجزائر لشوف تيفي إن الرئاسيات سنة 2014 لم تخرج عن الرئاسيات السابقة لأن السيناريوهات المطروحة معدة سلفا ومعروفة بين المرشحين الأساسيين، وجميع المؤشرات تدل على إمكانية عودة بوتفليقة للحكم. لنستمع في هذا الإطار لمحمد زينتين. نقول بأن الوضعية هي وضعية الانسداد السياسي قوي جدا في طبع الرئاسية 2014، نظرا لأنه ليس هناك أي متغيرات أساسية بالرغم من وجود التعددية على المستوى المرشحين، ولكن السيناريوهات المطروحة هي سيناريوهات محدودة جدا بالنسبة للجزائر، خصوصا يعني أن جميع المؤشرات تسير في اتجاه ديال إعادة انتخاب السيد رئيس بوتفليقة يعني كمرشح أساسي، حيث أن الجزائر نقول بأننا كما أولا حملة انتخابية يضعها قدر كبير من البروز السياسي، لاحظنا على مستوى الحملات الإدارية الحملات الانتخابية هذه المنطقات ما كانش حاضرة بشكل كبير، الجلسات أو اللقاءات اللي كانت لقاءات يعني فيها واحد القدر كبير من القصور على مستوى استقطاب المواطنين، كانت هناك كذلك تباين كبير على بين توظيف الأموال للمرشحين الكبار اللي كيستحضروا بالفريق كيستحضروا بالفريق، في المقابل كان هناك العديد من المرشحين الاخرين اللي ما قدروش انهم يتمكنوا على ان يستعملوش الحدود على مستوى استقطاب ديال المواطنين او على مستوى ديال اداره الحملات ديالهم بشكل عام، وذلك ما كيخلقش واحد التكافؤ ديال الفرص بين المرشحين لهذه الرئاسيات. إذا كنا نقولوا بشكل عام أن رئاسية 2014 يعني لم تخرج عن رئاسية السابقة، حيث أن السيناريوهات هي سيناريوهات معدة سلفا ومعروفة بين المرشحين الأساسيين اللي هو
توجد معارضه قويه جدا لدى الشارع الجزائري من امكانيه عوده بوتفليقه، ولكن ما يبدو حاليا هو ان السيناريو ديال الانتخابات المغربيه سوف يعيد نفسه في غياب انتخابات ديمقراطيه شفافه ومجانيه. في الخبر الرياضي، تعادل فريق المغرب التطواني مع ضيفه المغرب الفاسي بهدف في كل مرمى، وذلك خلال المباراة التي أجريت مساء أمس بملعب ثانية رملة لحساب الجولة 25 من منافسات الدوري المغربي للمحترفين. وسجل للمغرب الفاسي اللاعب عبد الهادي حلحول في الدقيقة 16 من الشوط الأول، في حين أنقذ اللاعب زكريا الملحاوي فريقه من الهزيمة بتسجيله هدف التعادل في الوقت البدل الضائع من الشوط الثانية. وبهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الإخباري، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.